قناه الناس اصلا كانت عباره عن ايه؟ كانت قناه بتذيع الافراح وكلام زي كده وبتاع. وبعدين كنا في الخارجيه، احنا كنا بنصور في بدروم 8 شارع رماح، متفرع من شارع شهاب في المهندسي. بدروم صغير كده، اوضتين وبتاع وكلام زي كده. وكان منظور كذا السعودي كان هو اللي ايه في بيته يعني. فالمصور نصراني يقول والله عجبت لكم يا مشايخ، نفس المكان ده كنت قاعده فيه رقاصه دلوقتي كانت بتجهز لبرامج رمضان في قناه الخليجيه. وبعدين ابص الاقي دلوقتي يقول قال الله قال الرسول، والتاني عمال ده ساعه وده ساعه ساعه وساعه ساعه لقلبك يعني. اه والله. فالراجل اسمه نسيم ولا مش فاكر كان اسمه ايه، المهم كان يستغرب يقول انا اديك الحسان بقى. فالمهم رحت اشتكي.